تفضلوا، هذا منظر، هذا اعطيناكم اول فرصه وثاني فرصه ما في فايده، نطرناكم لتقرروا كمان ما في فايده. شرفوا، هذه البضاعه اللي احتفل بالكمينات، وحضرتكم بعدكم واقفين عم تتفرجوا عليها. الحكي لك يا غازي، نحن ما فينا نتحرك اذا ما كنا مع بعض وايد وحده. الحكي لك ولاله، وهالمره ما بقى في مجال للاخذ والرد. شو يعني؟ يعني يا بروحوا يا بروحكم. ايه والله يا ابو علي، صحتين يا مختار. ما قلت لي شو اخبار السوق عندك؟ ان شاء الله ما في حدا عنده مشاكل. بفضل الله وفضلك رجع الدم بعروق الهيبه مثل الاول واحسن. بدي فضيل راسي من القصه، الموسم قرب ولازم نكون متفضيين. حسب حكي الفلاحين مش سهل، الموسم بركه والحصاد رح يكون غير شكل. ودخلك شو في اخبار؟ في تلف السنه؟ في شي سمعان وانت هيك او هيك؟ ما وصلني اي اشاره. خلينا نمسح وجهنا بالرحمن ونتكل على الله. ارميها على الله. معلم، في حدا اسمه ابو ناهد بده يشوفك. ابو ناهد؟ خليه يفوت. معناتها انا بدك تسمح لي. نتواصل اول باول يا مختار. اكيد اكيد. ميسره. يلا بخاطرك يا ابو علي. مع السلامة يا مختار. السلام عليكم. عليكم السلام والإكرام. قال في مرة حامي وإجا على الطلب وجوزها كان معتر درويش فقير وما في عنده قدرة ياخذها على المشفى، قام جاب له القابلة على البيت، بس الولادة تعسرت ويا لطيف كانت المرة لحتموت، ركض هالرجال مثل المجنون على الشارع يدور على سيارة. على مهلك، على مهلك. ما تواخذني، معي طلب. مرتي عم تولد بالبيت، الله وكيلك لي أكثر من ساعة عم دور على سيارة ما عم لاقي. يا خيي مش شايف معي طلب؟ المرة رح تموت من بين إيدي. خلص خلص طلع شرف. ولما إجا الرجال بده يحاسب السواق ما رضي هالزبون ابن الحلال، بالعكس عطاه مصاري تأدي تكاليف المستشفى والبوبو يلي جاي شي شهرين لقدام، وسمى بنته ناهد مثل ما وصى بسم الله. وقالوا حوالي
إذا إجا صبي بده يسميه جبل. الله يحمي لك يا رب. يا مرحب بأبو ناهد. معناها تذكرتني. كيف بنتك؟ من فضل الله وفضلك بألف خير. وليش واقف؟ شرف تعال جاي. شرف. والله حمل روحي على كفي وجاي لعندك يا معلم. وصلت. قول ما حدا غريب. في نية ليقتلوك على قبر أبوك وعمك وخالك إلهم إيد بالقصة. كلمتين. يي نسيت الكيك. يلا نازله شوفه. تفضلي. خير؟ قلقتيني. ابني وبعرفه. كل الوقت كان عم يحاول يلم القصة لحتى ما يحسس اهل البيت بالشيء اللي عم يصير برا. بس ما عاد يقدر يضل متخبي ورا اصبعته. مايك حق، حسيت بهيك شيء. القصة واضحة لك بنتي، القصة واضحة كتير.
وانت فهيمه بنت حلال ومربايه وما بدك مني قلك. جبل من طول عمره حامل هم الهيبه والناس يلي فيها على كتافه، ما في ولد جوعان ولا عيله انكسرت ولا مريض معتاس، وهالشي كان يعمله من ايام المرحوم ابوه. لوقت ما جيت انا وجبت معي مشاكلي. ما تزعلي مني، الله يرضى عليكي. يشهد الله علي اني حبيتك وفتي لقلبي وبعدك وحده من اولادي، بس كمان انا ما فيني اشوف ابني عم يتكسر وما احكي، ما فيني اترك يلي بيسوى ويلي ما بيسوى عم يناش بلحمه. الجبل عم يدهور والكل متكاترين علي، الكل. من الاخر انا شو مطلوب مني؟ انا شايفه قديش انتم متفاهمين ولايقين لبعض، وكانون عيني افرح فيكم، بس المكتوب على الجبين بدها تقرا العين. انا ابني رجال شهم جبار، وقد ما كان بيحبك قد ما كان بيحبك، بس كرمال الناس اللي حواليه بيقدر يقسي قلبه بيشد على حاله. خلص اوكي، فهمت عليك يا نور. اذا بتحبي لجبل عن جد لحقيه قبل ما يخسر كل شي عمره. كملي حياتك بعيد عنه واتركيه بحاله ليرجع يوقف على رجليه.